من جانبها، أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن القلق من اتساع رقعة الصراع في المنطقة. كما أكدت بيربوك خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري ضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية للفلسطينيين في غزة. يجمعنا القلق حول المنطقة، هذا ما أكدت عليه زميلي العزيز سامح، أن يمكن يتحول هذا الصراع في المنطقة إلى صراع أكبر حيث تتسع رقعة هذا الصراع. لا نريد أن يحدث ذلك، وفي نفس الوقت نحن نتفق أيضا على أننا يجب أن نضع حد للمعاناة الإنسانية. العديد من الأبرياء في غزة يعانون. كما أكدت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك الرفض التام لتهجير الفلسطينيين، وشددت خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري على رفض فكرة تدفق اللاجئين الفلسطينيين لمصر. أقولها بوضوح، لن نقبل التهجير، لن نقبله في الضفة الغربية، لن نقبله في غزة. يجب أن نؤكد على أن الفلسطينيين لهم أرضهم في غزة، ويجب ألا يكون هناك تدفقات من اللاجئين إلى مصر، لأن هذا يؤثر أيضا على المصالح الوطنية المصرية. يجب أن نعمل سويا نحن مصر وألمانيا سويا من أجل أن يكون هناك مستقبل أفضل للفلسطينيين. أؤكد على أن غزة والضفة الغربية هي تخص الفلسطينيين، لا يمكن أن يتم تهجير الفلسطينيين ولا يمكن أن يتم طردهم من الضفة الغربية. هذا هو مسؤولية، هذه هي مسؤولية مشتركة. هذا وعقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات ثنائية مع نظيرته الألمانية بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة. تناول اللقاء العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر وألمانيا في مختلف جوانب القضايا الإقليمية والدولية، محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة.